السلام عليكم احبابي، اخباركم؟ لاباس بخير. اليوم جبت لكم واحد التتبيله ديال صدر الدجاج تماما بحال المطاعم الكبيره، ووصفه اخرى ديال لي بينيه ديال الدنجال، كيجيو رائعين وكيجيو زوينين، وحتى عينا من الطاجين ومن المريقه. اليوم درنا غداء يعني هكا بسيط وكيجي رائع على بركة الله. غادي ندوزو للطريقة والمقادير اللي غادي نحتاجو. بسم الله، لهاد الوصفة اليوم غادي نحتاجو، غادي نجيبو واحد لوبول. انا في نفس الوقت غنخدم وغادي نقول لكم شنو غادي ندير. غادي نحتاجو ناخدو جوج بيضات، ناخذ البيضه الاولى، غادي ناخذ البيضه الثانيه، البيضه الثانيه، وغادي نضيف عليها واحد شويه ديال الحليب. تقريبا واحد نص كاس تاع الحليب. غادي في نفس الوقت غادي ندير التتبيله لهاد البيض، هو نفسه اللي غادي ندير في الدقيق، نفسه يعني نفس التوابل غادي نديرهم. غادي نجيب شويه تاع هاد ديال الشاورما لان عندنا الصدر ديال لادانت، وغادي ندير نفس تقريبا هكا في الدقيق. غادي نجيب شويه ديال بودره الثوم نفسها، غادي ندير واحد تقريبا واحد معلقه صغيره هنا، وغادي ندير شي شويه عاود هنا في الدقيق. نفس التوابل اللي كنديرو هنا كنديرهم هنا. غندير شويه ديال البزار، والبزار اولا الحار على حسب الذوق، تقدروا ديروا حتى إذا بغيتو ديروا الحار ديروه. ندير واحد شويه ديال الكمون هنا، نديرو حتى هنا، وغادي ندير شويه ديال الفلفل الاحمر، بابريكا شويه هنا. كيف كتسمعوا طومي القطيط ديال بنتي، ها وحده هي تهو مساعدني. دابا غادي نخلط هادي حتى يتجمعو، نضيف شويه ديال الملح، نخلط هنا مزيان حتى يتجمعو ليا التوابل مع هاد الحليبه والبيض. دابا غادي نجيب الصدر ديال الدجاج اولا ديال لادانت، كنقطعوه هكا شرائح رقيقه بحال هكا، تكون هكا شرائح رقيقه. غادي ننزلهم هنا، وغادي نرقدهم هنا في هاد البلاصه مزيان هكا باش يدخل ليه، باش يشرب لينا التوابل ديالنا مزيان. هنا ما كنديروش فيه نهائيا لا معدنوس ولا قزبر ولا حتى حاجه، نقدروا نزيدوا معاه شويه الزعتر. بحال هكا غنجيب
فيلم اليمونتير وغادي نغطيه وغادي نخليه يرقد معانا على الاقل واحد ساعتين، وحتى الا بغيتو ديروه بالليل وتبيتوه في الثلاجه حتى الصباح عاد توجدوه للغدا ماشي مشكل. دابا هذا غادي نحيدو باش نخليه يرقد، وهذا غادي نخلط هكا التوابل كلهم اللي معاه. انا علاش وجدت دابا الدقيق مع باش نرقد هاد الصدر ديال لاديند، غير حيتاش دابا غادي نجبد لقيمه ونجبدها مره وحده ونقاد بيها كلشي ونخليه. ودابا حتى هو غادي نغطيه بفيلم المونتير. دومي غنغطيه حتى هو ونخليه حتى نبغيه، وفي هذه اللحظه غنرجع معكم باش نوريكم الطريقه اللي غادي نديرو. وكمرافق غادي ندير واحد شويه ديال بانيه ديال الدنجال. عندنا شويه تاع الدنجال هكا قطعناه هكا شويه، وغادي ندير ليه دابا كيفاش الطريقه باش غادي نقليوه. غادي ناخذ هنا شويه ديال الدقيق تقريبا واحد كاس ديال العنبه، غادي ندير ليه واحد شويه ديال البزار، هذه كنديروها ليه باش الا قليناه ما يشربش لينا الزيت، كتجي طريقه زوينه وما كيجيش الدنجال شارب لينا الزيت. غندير معاه شويه ديال الفلفله الحمراء بابريكا، وغادي نضيف معاه واحد شويه ديال الثومه بودره، لان الثومه كتجي كتوتى بزاف مع الدنجال. وغادي ندير شويه ديال المليحه، من طبيعه الحال هنا ما نكثرش الملحه، علاش؟ لان الدنجال مني قطعته هكا دوائر رشيت عليه واحد شويه ديال الملحه باش تحيد منه الماء ديالو. ودابا غادي نخلط بالماء، غنجيب شويه ديال الماء وغادي نبقى نضيف بشويه بشويه ونخلط حتى نتحصل على الماء تقريبا هنا كيولي لينا بحال مني كنبغوا نديروا ندوروا الحريره حامضه بحال هكا. وغادي نستمر حتى نخلط الماء، كنبقى نضيفه غير بشويه بشويه. نزيد واحد شوية.
نجيبوا هاد ديالنا ديال الباذنجان بحال هكا، غنحطوهم هنا بحال هكا، وغادي نشفهم بحال هكا. غادي نجيب هاد ديالنا ندير لها بحال هكا، ندوزوها هنا، نجيب فرشاة حسن غادي نحط هادو بحال هكا. انا دابا درت الزيت كتحمى وغادي ندورهم بحال هكا وغنديهم نحطهم في المقله ونوريكم كيفاش غادي يجي. وها هما في المقيله ديال الزيت، كيف قلت لكم كيكون شويه يعني حامي، وكنحطوهم فيه وكنبقاو كنقليو فيهم حتى كيتحمروا وكيجيو بنين. ومن بعد ما دازت تقريبا ساعتين وزياده، دابا غادي نمشي غادي ناخذ هادي غنهزها من هنا غنحطها هنا، غنعاود تاني نقلبها في الدقيق بحال هكا، غادي نهزها نعاود نرجعها عاود لهاد الخليط ديال البيض والحليب، ونعاود نهزها مرة أخرى ونحطها في الدقيق بحال هكا، وغادي نديرها. منين كتشوفوا هاد التشققات بحال هكا عرفوا بأن النتيجة راها مزيانة. دابا غادي نعاود واحدة أخرى معاكم، غنهزها من هنا غنحطها في الدقيق بحال هكا، ونعاود نهزها نرجعها لهاد الخليط بحال هكا، نعاود نقلبها فيه مزيان ونعاود نرجعها عاود مرة أخرى للدقيق بحال هكا. شفتو ملي كيكونو تلاحظو أن هاد التشققات كاينين عرفو راه النتيجة مزيانة 100%. وغادي نستمر بحال هكا وغادي نديها في الزيت حامي، ويكون شوية الزيت غالب نقليوها وغادي نوريكم كيفاش غتجي. وها هما حطيناهم في الزيت كيكون شويه غالب وكيجيو محمرين تماما بحال كنتاكي. وها هي كيف ما تتشوفوا معايا النتيجه النهائيه، هادو هما هاد اللي درناهم ديال البنيه ديال الدنجال، كيجيونا ما فيهم شابينش الزيت وكيجيو زوينين ومقرمشين. درت هادو هما لي كروكي اللي صوبنا بهاد التتبيلة الزوينة بحال ديال اللي كتجي بحال ديال المطاعم الكبرى بحال شكل ديال كنتاكي، كتجي غزالة هانتوما شفتو، كتجي فتية وزوينة كتجي رائعة. وكنحطوها هكا مع صوص أولا أي صوص عجبك، تقدري تحطي معاه مايونيز، أنا كنديرو مع البرجر أولا مع الصوص ديال كيتشوب او الحار. يا سلام واحد اللذة رائعة. وحطيت معها شوية ديال البطاطا اللي كنديرها في الفران كتجي بحال المقلية، وهنايا شوية ديال الخيار ومطيشة سوغيز، ودرت شوية ديال الخضرة هكا طيبتها. وهذا هو غدانا اليوم، كنتمنى من الله ان تجربوا هذه الطريقة ديال هاد التتبيلة اللي كتجي رائعه وزوينه، وتجربوا لي بينيه ديال الدنجال وتقولوا لي كيف جاكم. وشكرا، والى فيديو قادم ان شاء الله. بالصحه والراحه.